كما وافق مجلس الوزراء على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، وقرر المجلس أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها، كما وافق المجلس على عدد من القرارات الأخرى. We'll be right back.